السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم، معكم أحمد عبد الهادي من قناة مصر. المتتبع لأزمة روسيا وأوكرانيا والانتصار الأوروبي والأمريكي الساحق على روسيا، خاصة في الآونة الأخيرة، خاصة بعد ما نجحت أوكرانيا في أن هي تستعيد 30-40 ديشليون بلدة من القوات الروسية، والانسحاب الروسي البشع جدا اللي حصل خلال الساعات القليلة الماضية واللي طيرته كل وكالات الأنباء العالمية. أنا بقول لحضراتكم اللي بيحصل على السطح. في إطار اللي بيحصل ده كله، الواحد مطلوب إن هو يقتنع إن روسيا انهزمت شر هزيمة، وإن أوروبا وحلف شمال الأطلسي حققوا انتصارات كبيرة جدا. أنا عاوز أقول لحضراتكم أنه خلال الساعات القليلة الماضية تم الكشف عن وثائق عبر تصريحات أطلقت من قيادات أوكرانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية بتكشف الستار عن المسكوت عنه، يعني عن المعلومات التي لم تنشر، عن المعلومات الحقيقية التي تحدث بصفة واقعية. سيبوا حضراتكم من كل الفرقعة اللي هم بيعملوها عبر وسائل الإعلام دي، لأن زي ما قلنا أن منذ لحظة زيارة أنتوني بلينكين في قلب أوكرانيا اللي هو وزير الخارجية الأمريكية في سرية تماما، ثم ومن قلب العاصمة الأوكرانية كيف أطلق حزمة تصريحات مفادها أن هناك تغيرات غير عادية حدثت على الساحة العسكرية ما بين روسيا وأوكرانيا، ثم بعدها مباشرة بسويعات قليلة فوجئنا بحزمة تصريحات لقيادات أوروبية ومخابراتية أمريكية بشكل غير عادي بتقول إن أوكرانيا انتصرت بشكل مروع، وإن حصلت التغيرات دي بين ومضة عين وانتباهة. مطلوب بقى حضرتك إنك انت تصدق بعد مرور أكتر من 8 شهور هزيمة ساحقة جدا لحلف شمال الأطلسي في قلب أوكرانيا، مطلوب مني إن أنا أصدق إن الحرب اتغيرت بمعدل 180 درجة منذ لحظة زيارة أنتوني بلينكين للعاصمة الأوكرانية. طبعا الكلام ده زي ما قلنا لحضراتكم مجرد فرقعة مخابراتية. بدأت المخابرات الأمريكية والمخابرات البريطانية بالتنسيق مع مخابرات أوكرانيا يشتغلوا على قدم وساق. النتيجة الانتصار غير العادي على المستوى الإعلامي والمستوى المخابراتي. تعالوا حضراتكم شوفوا بعض اللقطات وبعض الأدلة وبعض الوثائق وبعض التصريحات اللي بتكشف لحضراتكم إيه اللي بيحصل أسفل السطح الهادئ. المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هبشترايت، الراجل ده أطلق تصريح مهم للغاية تداولته كل وكالات الأنباء العالمية. أنا عاوز أقول لحضراتكم زي ما قلنا في حلقات سابقة، إحنا بنشم الريحة الوسخة اللي وراء بعض الأخبار. الخبر ده اللي طيرته وكالات الأنباء العالمية بشكل مكثف جدا خلال الساعات القليلة الماضية ريحته وسخة، وهقول لحضراتكم ريحته قذرة ليه. ريحته قذرة يعني معنى ذلك إن هو موجه، لأن فعلا في شغل مخابراتي خطير جدا ضد روسيا، وخلونا نتفق مع بعضينا إن شغل المخابرات الأمريكية والمخابرات البريطانية عالي المستوى جدا حتى اللحظة الراهنة ضد روسيا. يعني روسيا حتى اللحظة الراهنة مجرد رد فعل، على الرغم من إن روسيا بيترأسها شخص بحجم فلاديمير بوتين اللي هو رجل المخابرات. ليه حضراتكم؟ قلنا في شهور سابقة في أعقاب الاجتياح الروسي لأوكرانيا إن نظرا لأن فلاديمير بوتين هو الذي بادر بالضربة الأولى وأطلق الرصاصة الأولى في حرب روسيا وأوكرانيا أو حرب روسيا والناتو، فمعاه 90% من مقومات الانتصار. وقلنا لحضراتكم أيضا بالحرف الواحد أن صاحب الضربة الأولى في أي حرب، ده على المستوى الاستراتيجي العسكري وكل خبراء العسكرية عارفين كده، صاحب الضربة الأولى دايما في أي معركة معاه 90% من مقومات الانتصار. المخابرات الأمريكية والبريطانية كانت صاحبة الضربة الأولى في الشغل المخابراتي الأخير اللي بدأ بشكل غير عادي من حوالي 4 أيام، لحد دلوقتي محققين فعلا انتصار، نجحوا في أن هم يعملوا إرباك داخل الطرف الروسي، نجح أن هم يحولوا روسيا من دولة بتوجه ضربات غير عادية في قلب أوكرانيا
وبتحاصر الناتو وبتحاصر دول أوروبا إلى دولة بتحاول تحش عن نفسها الطلقات السريعة جدا اللي تم توجيهها من قبل المخابرات الأمريكية بالذات. طيب إيه اللي حصل بقى؟ اللي حصل حضراتكم، المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت قال تصريحات نقلا عن المستشار الألماني أولاف شولتز. التصريحات اللي نقلها نمرة دايرة عد في كل وسائل الإعلام الموجهة مخابراتيا. المتحدث باسم الحكومة الألمانية قال إيه حضراتكم؟ قال إن المستشار الألماني طلب من فلاديمير بوتين عبر مكالمة هاتفية استغرقت ساعة ونص كاملة، طلب منه إيجاد حل دبلوماسي بسرعة للصراع في أوكرانيا يكون قائم على وقف إطلاق النار والانسحاب الروسي الكامل من قلب أوكرانيا في أسرع وقت. وخلي بالك يا فلاديمير بوتين، لو انك انت حاولت انك انت تعتدي مرة اخرى على اوكرانيا احنا هنعمل فيك ونسوي، ولن نسمح بذلك، ولن نتنحنح على رأي كركر، ولن نتزحزح، ولن نتنحنح. طبعا ده اللي قاله المستشار الالماني، واكد هذا المستشار ان اي محاولة روسية لضم مناطق اخرى لن تمر دون رد ولن يعترف بها تحت اي ظرف. دي التصريحات اللي اتقالت، وثقوا تماما ان ده اللي حصل، ان المستشار الالماني اتصل بفلاديمير بوتين ساعة ونص كاملة واطلق التحذيرات ديت. فوجئنا ان التحذيرات ديت يا سادة نزلة في كل وسائل الاعلام الكبرى الموجهة مخابراتيا. مش احنا اتفقنا مع بعضنا ان الحرب اعلام؟ هو ده اللي حصل حضراتكم. طبعا من خلال التصريحات ديت والمباحثات التي اجريت لهدف في نفس يعقوب عشان ياخدوها وينقلوها عبر وسائل الاعلام بالشغل المخابراتي بتاعهم، هتتصوروا حضراتكم ان المانيا قوية جدا، وان المانيا لها دور غير عادي، وان المانيا فعلا لن تسمح بذلك، والمانيا جزء من الاتحاد الاوروبي. يبقى معنى ذلك ايه حضراتكم؟ معنى ذلك ان فيه حصار غير عادي على المستوى العسكري والدبلوماسي والسياسي لفلاديمير بوتين، وبالتالي خلاص فلاديمير بوتين انتهى. تعالوا حضراتكم ننقل المسألة للتصريحات نقلا عن وزير خارجية اوكرانيا ديمترو كوليبا. شوفوا التصريحات بتاعته، احنا بنجيب الاخبار من هنا زي ما وسائل الإعلام الموجهة مخابراتيا حطاها، ثم بنجيب لحضراتكم تصريحات أخرى ما بيتمش تسليط الضوء عليها في التو واللحظة لكن بتفضح كل ما يحدث. التصريح بتاع وزير خارجية أوكرانيا بيقول إيه حضراتكم؟ بينسف كل تصريحات المستشار الألماني وتحذيراته، وبيكشف بملادع مجالا للشك إن ألمانيا بتفرقع وبس في سبيل إن هي تعمل نوع من الارتباك لروسيا. مش كده وبس، روسيا على فكرة بالمناسبة أعصابها باردة جدا زي ما قالت وكالات الأنباء العالمية. إنما اللي بيحصل حضراتكم إن التصريحات ديت بيستهدفوا منها حفظ ماء الوجه قدام الشعوب بتاعتهم خاصة، وإن هذه الشعوب بدأت تثور ضدهم، بيحاولوا يحفظوا ماء وجههم قدام الشعوب دي، وفي ذات الوقت أيضا بيحاولوا يكسروا نفسية القوات العسكرية بتاعت روسيا ويعملوا نوع من الارتباكات داخل الشارع الروسي. شوفوا حضراتكم تصريحات وزير خارجية أوكرانيا بيقول فيها إيه. اتهم ألمانيا بتجاهل استغاثات أوكرانيا للحصول على أسلحة طلبتها من ألمانيا، وألمانيا تجاهلت الاستغاثات والمناشدات الأوكرانية. الله، هنا المستشار الألماني بيطالب ويندد ويحذر، وهنا وزير خارجية أوكرانيا بيفضح ألمانيا ودورها. احنا طلبنا أسلحة من ألمانيا واستغثنا بيها، إلا أن ألمانيا تجاهلت الاستغاثات بتاعتنا. وهاجم وزير خارجية أوكرانيا دولة ألمانيا وسأل هو إيه اللي بتخشى ألمانيا؟ دي ألمانيا لم تقدم سوى مخاوف وأعذار فقط، يعني ما دعمتش أوكرانيا. هر اسود. أمال المستشار الألماني بيحذر ويندد ويتوعد ليه؟ وليه كل وسائل الإعلام الدولية نقلت التصريحات والتحذيرات بتاعة المستشار الألماني بالشكل ده؟ ليه؟ الله، يعني
المباحثات التي أجريت مع فلاديمير بوتين ملهاش علاقة أساسا بالواقع. إذا كان وزير خارجية أوكرانيا بيفضح ألمانيا وبيقول إحنا استغثنا بيها، أو رغم ذلك ما قدمتلاش أساسا أي حاجة إلى درجة إن هي تجاهلتنا، إلى درجة إن وزير الخارجية الأوكراني بيقول إيه؟ كل اللي عملته ألمانيا عبارة عن مؤشرات مخيبة للآمال. يعني إذن يا سادة ألمانيا مش جادة في دعمها لأوكرانيا. إنما لما أولاف شولتز المستشار الألماني اتصل مع بوتين وقعد يدردش معاه، كان الهدف إعلامي في المقام الأول، الهدف إعلامي مخابراتي. شفتوا حضراتكم الفضايح وصلت لحد فين؟ حضراتكم مستوعبين؟ تعالوا بس عشان ما فيش حد يقول انت بتجيب الكلام ده منين، تعالوا حضراتكم شوفوا ملقطات شولتز يدعو بوتين الى ايجاد حل دبلوماسي للصراع في اوكرانيا. مسؤول استخباراتي اوروبي يلغي زيارة تايوان بعد تسرب خططه للصين. طبعا اللعب بدأ يشتعل. وزير خارجية اوكرانيا ينتقد المانيا بسبب امدادات الاسلحة، ما الذي تخشاه برلين؟ رئيسة المفوضية الاوروبية، روسيا تشن حربا على واردات اوروبا من الطاقة. ديت التصريحات حضراتكم اللي نشرت عبر وسائل الإعلام الدولية واللي بتؤكد صحة كل اللي احنا بنقوله دلوقتي. هناك تناقض حضراتكم ملاحظينه. مجلة بوليتوكيو الأمريكية كشفت الستار عن ان هناك ضربات موجهة غير عادية من قبل المخابرات الصينية ايضا، وشغالة على اعلى مستوى ضد امريكا نفسها وضد اوروبا. مجلة بوليتوكيا الأمريكية بتقول إن مدير مركز الاستخبارات في الاتحاد الأوروبي جوزيه كاسميرو ألغى زيارته اللي كانت مقررة الشهر الجاي لجزيرة تايوان بعد حصول الصين على معلومات بالغة السرية عن مضمون الزيارة وضغطها لإلغاء الزيارة. حالياً أوروبا أصبحت قلقة بسبب تسرب هذه المعلومات للصين من داخل الاتحاد الأوروبي. ثانية واحدة، في مدير الاستخبارات في قلب الاتحاد الأوروبي كان مقرر ان هو يزور تايوان الشهر الجاي، بدأوا يخططوا ويرتبوا أوراقهم كمان للصين. الصين والمخابرات الصينية نجحت في ان هي تحصل على هدف الزيارة السري تماما، وبدأت تجري اتصالات وضغطت. روح بابا انت وهو، لو وصل مدير الاستخبارات الأوروبي لتايوان وعدكم سودا. الزيارة ديت مش هتتم، ولو تمت هنعمل 1 2 3 4. النتيجة تم إلغاء الزيارة. معنى ذلك إيه؟ معنى ذلك إن الحرب المخابراتية أيضا بدأت ضد الصين، لولا إن الصين كشفت لعبتهم القذرة وبدأت شغلها. المسألة مش كده، المسألة مش مجرد إن الصين انتصرت في الموقع ده حضرتك، لا، ده الصين نجحت في اني تحصل على المعلومات المخابراتية، علما بان مدير الاستخبارات الاوروبي ماشي في سرية تامة، الا انها نجحت في الحصول على معلومات الزيارة وخططها واهدافها من قلب الاتحاد الاوروبي. معنى ذلك ان الصين مخترقة اوروبا كلها، كل اوراق اوروبا قدامها. معنى ذلك ان اللعب المخابراتي احلو. اللي كسب في الموقعة دي الصين، اللي كسب في موقعة الاستخبارات الأمريكية والبريطانية والروسية الولايات المتحدة الأمريكية. طيب ليه؟ الظاهر هم اللي كسبوا، لكن الباطن حتى اللحظة الراهنة كما طيرت وكالات الأنباء العالمية، روسيا بتتعامل مع المسائل كلها بأعصاب بردة تماما، ولا ترغب في كشف الستار عن أي تحركات ليها. مجرد تصريحات دبلوماسية فقط لا غير، وتحذيرات بين الحين والآخر، لكن تفاصيل التحركات بتاعتها على أرض الواقع بترفض ذلك. برضو شغل مخابراتي. شفت حضراتكم التناقضات وصلت لحد فين؟ بعض الناس بتقول أوروبا أو الناتو وأمريكا انتصروا خلاص، ده روسيا بتلملم كل أوراقها. وصلت المسائل إلى درجة أن أولاف شولتز اللي هو المستشار الألماني قالوا فلاديمير بوتين اسحب كل قواتك بلا قيد أو شرط. هو فعلا الكلام ده اتقال بالمناسبة، لكن اتقال عشان يتم نشره عبر وسائل الإعلام الدولية ومحدش يقدر يكذبه.
طب ايه اللي حصل بعدها مباشرة؟ هل يا ترى استجاب فلاديمير بوتين للتصريحات بتاعته؟ بوتين وشولتز خلال المحادثة اللي استمرت 90 دقيقة اتفق على الاستمرار في الاتصال ان شاء الله في مرحلة تالية. طبعا ألمانيا ما نشرتش ان فلاديمير بوتين استجاب لمين. هم رفضوا ان هم يكشفوا الستار عن اللي قاله فلاديمير بوتين، وفلاديمير بوتين رفض ان هو يكشف الستار عن اللي قاله، وان شاء الله نبقى نتواصل مع بعضينا. هي حرب إعلامية مخابراتية في سبيل ان هم يحفظوا مأوجهم قدام الشعوب بتاعتهم. بنفس التوقيت اللي كل وسائل الإعلام المخابراتية بتقول ان هناك انتصار أوكراني ساحق غير عادي في مواجهة روسيا، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسيلا فوندرلاين في خطاب قدام البرلمان الأوروبي النهاردة اتهمت روسيا بشن حرب على واردات الطاقة لأوروبا، لافتة إلى أن روسيا تستغل سوق الطاقة كسلاح. ثانية واحدة، رئيسة المفوضية الأوروبية بتعترف أن روسيا بتحارب أوروبا وبتحارب واردات الطاقة لأوروبا؟ إزاي؟ ليه روسيا ما أعلنتش عنها؟ ما هو ده الشغل المخابراتي سعادتك. ليه وسائل الإعلام الغربية ما أعلنتش عن ذلك؟ إن روسيا نجحت في إن هي تشن ضربات متتالية ضد واردات الطاقة لأوروبا. ما سعادتك هم لو عملوا كده هيفضحوا أساساً الطرف الغربي، وبالتالي لا، في تعليمات إنك أنت تكتم على أي انتصار روسي، في تعليمات إنك أنت تكرتن على أي معلومات تكشف الستارة عن أن روسيا بتحقق ضربات غير عادية في أي اتجاه. ليه؟ محاولة لتكسير النفس أو تكسير الجانب المعنوي في قلب روسيا وفي قلب طبعا كل حلفاء روسيا. فاكرين حضراتكم التقارير الدولية اللي قالت على الرغم من أن أوكرانيا أعلنت مرارا وتكرارا أن هي نجحت في استعادة 50 بلدة من روسيا؟ التقارير دي قالت على الرغم من هذه التصريحات إلا أن داعمي أوكرانيا لا يثقون في تصريحات أوكرانيا، رغم اعتراف بعض قيادات روسيا بأنهم انسحبوا، إلا أن هذا الخبر تم التعاطي أو التعامل معه بطريقة خاطئة، بحيث الحقوا روسيا اعترفت أن هي انسحبت. لا يا بابا، ده مش انسحاب. انت دلوقتي عملت ضربة خاطفة هنا وعملت حتة ارتباك هنا، وانا دولة اساسا منتصرة تماما وبشوف نقاط اخرى. كل اللي حصل ان انا حركت نقاط التمركز بتاعتي في بعض المناطق، اتحركت منها عشان اروح وادك المنطقة اللي سيادتك زعمت انك انت استردتها. النتيجة ضربوها ودكوها. فين الأخبار سعادتك اللي بتكشف عن ذلك؟ ما هو حضرتك أساساً وسائل الإعلام الغربية شغالة مخابراتياً، والكثير من الإعلام العربي مع الأسف شغال معاهم وبيخدم عليهم. رئيسة المفوضية الأوروبية بتكشف الستار وهي قرفانة جداً إزاي إن روسيا نجحت في إن هي توجه ضربات لكل واردات الطاقة الأوروبية، ثم قالت فلاديمير بوتين سوف يفشل وأوروبا ستنتصر. إزاي؟ بعدها مباشرة اعترفت أن الوضع الاقتصادي في أوروبا صعب جدا على كل سكان أوروبا. طب انتصار حضرتك؟ طبعا منتهى التناقض ذلك الذي يحدث. حضراتكم لو دققتوا النظر وحطيتوا الأخبار اللي جاية من هنا واللي جاية من هنا واللي جاية من هنا، هتنجحوا في ان كنت تكشفوا الستار عن المسكوت عنه في حرب روسيا وأوكرانيا. روسيا تحقق ضربات غير عادية وتحقق انتصارات غير عادية، والمسائل ماشية في الطريق الصحيح اللي عايزاه روسيا. اللي مش مقتنع بذلك يرجع للحلقة بتاعتنا من أولها. أراكم على خير.